changer. السلام عليكم للتلفزيون جامعة السودان المفتوحة لشرح مقرر أساسيات الإنتاج الحيوي. في هذا المقرر حنبدأ بالوحدة الأولى تحت عنوان أنماط الإنتاج الحيوي في السودان. بالرغم من أن السودان يمتلك أعدادا هائلة من الثروة الحيوانية والتي يتجاوز مجملها 140 مليون رأسا موزعة في أنحاء السودان المختلفة، لكنها تتصف بضعف الإنتاجية خاصة في قطاع الألبان، مما جعلنا نلجأ لسد الفجوة الغذائية منها بالاستيراد من الخارج، ويعزى ذلك للمشاكل والمعوقات التي تتعلق بالتغذية وصحة الحيوان والسياسات العامة والتمويل. التغذية هي أكثر عنصر مكلف، أكثر من 60% من مصادر التمويل أو مثلا التكلفة هي بتتكب في التغذية وكذا، فبالتالي أنه أفرض أرض الأنماط. طيب عندنا بالذات بالرحل، هم بيعتمدوا في ترحالهم او في تغذيتهم على الترحال طلبا للكلى والماء، وهي تعتمد على نوع المرعى ووفرة المرعى، ونوع المرعى ووفرة المرعى ذاته بيجي نتيجة الى كمية الامطار التي قد تزيد من الغطاء النباتي او المرعى، او في حالة شح تؤدي لاختفاء انواع كثير من النباتات بالذات الحوليه والجيده، وده بيشكل نوع، فالحيوان بيبقى تحت رحمه موسم الامطار او موسم الخريف. اذا كان في الموسم جيد او الخريف وافر بيكون المرعى وافر بالذات في الجيده في نوع المرعى وكميه الموجوده. دي مشكله غذائيه قد لا يلاحظها المربي بالذات الرحل، لأنه بيهتم بالكم أكثر من بيهتم بالكيف. بعد ده من المشاكل بالذات للرحل هناك في مسارات المختلفة من في فصل الصيف أو تحركهم في فصل الصيف أو الخريف من مناطق المرعى إلى مناطق الجنوب حيث يتوفر الماء في زمن الخريف. في مشكلة هناك، مشكلة التيسي تيسي فلاي أو زبابة التيسي، وهي من المشاكل بتقابل هؤلاء الرحل بالذات لما يتجهوا جنوبا إلى مناطق بحر العرب، ودي مشكلة برضو معوقة للإنتاج الحيواني في السودان، وبعد ذلك هنفكر هنشوف كيف تحل هذه المشاكل. من المشاكل الأخرى عدم الاستغلال الأمثل للقطاعين المروي والمطري لإنتاج الأعلاف الخضراء، أو عدم الاستغلال الأمثل لمخلفات التصنيع في هذا النوع. يعني للأسف لحد الآن بالرغم الجهد اللي بتبذله مصلحة المراعي والعلف، لكن ما في سياسة واضحة لزراعة أو مساحات تزرع بكميات من المرع من الأعلاف الخضراء توفر الغذاء الموجود، أو ما في استغلال أمثل لمخلفات الإنتاج الزراعي. نحن بلد زراعي، عندنا مخلفات الردة، عندنا مخلفات الأنبازات، عندنا مخلفات صناعة السكر، كلها صناعات تحويلية لهذه الزراعات، عندنا مخلفات. لكن للأسف الأنبازات أغلبها للتصدير، المولاس الأيام دي بالذات أهم مصدر للتصدير لطلب العملة صعبة، لكن يعني أجهض حق الحيوان لأنه مطلوب هو إذا كان وجد كمية منه من هذا المولاس بيوفر غذاء جيد، لكن سياسة التصدير والأسعار المشجعة للتصدير أحجمت أو قللت الكمية من هذه المخلفات الزراعية بالذات الأنبازات والمولاس، فبالتالي ظلم الحيوان لأن لم تتوفر له هذه العناصر الغذائية المهمة. من المشاكل الأخرى أغلب هذه الحيوانات تمتلك بواسطة قبائل رحل أو شبه رحل، وتتنقل من مكان إلى آخر زي ما قلت طلبا للماء والمرعى. المشاكل والمعوقات الأخرى هي تتركز في البنيات الأساسية، وممكن نلخصها
قلة وسائل النقل البري والنهري والجوي، محدودية حركتها، وبالرغم من أنه التسمير الاستثمار في الوقت الحاضر شجع إيجاد عربات أو تركات لنقل هذه الحيوانات، وعمرة الطرق في تحسين نسبي لأنه أغلب مناطق الإنتاج بقت تحظى بطرق معبدة إن شاء الله وتساعد في النقل وكده، لكن التكلفة في النقل أو العلو في المغالاة في الترحيل قد يجبر المربين أنه يستيل يمشوا بالطريقة التنقل على الطريق الحافر. نمرة ثلاثة، عدم وجود وسائل الترحيل لترحيل الماشية حية أو مسبوحة. في كثير من الأحيان كان الحيوانات زي ما قلنا بتجي ماشية بدون أي وسائل، وأنا شخصيا بعتقد أنه في الوقت الحاضر في عافية وفي نقلة في بالذات بعد في اهتمام في الثروة الحيوانية، في مسارق بدأت تقوم، لكن نتمنى أن تحدث وتقوم بطريقة أحسن، وفي تركات بقت يعني تخش السودان عشان لنوع معين، فدي معوقات في طريقة إلى الحل إن شاء الله. ضيق سعة السلخانات ومحدودية وسائل التخزين دي من المشاكل الكبيرة، ثروة حيوانية كبيرة في صادر مرغوب بالذات للحيوانات السودانية، فبالتالي لازم يكون في مواكبة لسلخانات حديثة ووسائل تبريد ذات كفاءة عالية حتى أن تضمن جودة المنتج إلى مكان التصدير أو الجهة الماشية. بعدين محدودية مصادر الماء في الطرق التي تملكها تمر بها الحيوانات أو تسلكها الحيوانات. الحيوانات بتجي برجلين زي ما قلنا بتعاني كثير جدا جدا، بالرغم من أنه في آبار محفورة في المسارات الماشية، لكن محدوديتها قد تضطر هذه الحيوانات لتظل في تنتظر لأيام أكثر في مكان الموية لتتزود حتى تشل المكان البعض. الأخير ضعف وانعدام وسائل الاتصال. تمويل، أنه في بنوك موجودة تمول بالذات بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع، هي بنوك تخصصية الغرض منها إنشاء لاستيفاء شروط التربية والرعاية، لكن يتجهوا وبيجوا بنوك تجارية أكثر منها أي شيء سلفات، وبالتالي قل اهتمامهم، فنتمنى أنه يكون تركيز وتخصص. من المشاكل الأخرى المشاكل الصحية، والحمد لله بالرغم التطور حصل بالنسبة في مجال البيطرة وخريجين البيطرة والكفاءة التي يتم بها في مراكز بحوث البيطرية لإنتاج اللقاحات وكده، لكن لسه الأمراض ما زالت موجودة وتهدد الثروة الحيوانية، والسبب الرئيسي جايز يكون زي ما قلت في الأساس هي البنيات الأساسية، الترحال وعدم الاستقرار بيخلي من الصعوبة متابعة أو ملاحقة هذه الحيوانات، وفي جهد مبذول حقيقة بالذات في عملية التحصين من الأمراض وانتشار المستشفيات البيطرية وكده. من رغم محدوديتها في مناطق الإنتاج لكن هي برضو مؤدية، لكن نتمنى يكون أحسن من كده. وجود حيوانات لدى الرحل وصعوبة الوصول إليهم ده مغرور زي ما قلت بمحدودية العمل البيطري والصعوبة في الوصول لهذه الحيوانات. هجرة الكوادر المدربة من أطباء ومساعدي وعمال زي وزي أي كفاءات أخرى، والإغراء بالقوم من دول الجوار والرواتب العالية خلت الناس مضطرين أن يمشوا طلبا لتأهيل مادي أو لتوفير مصادر توفير أحسن. عزوف القطاع الخاص عن دخول مجالات صحة الحيوان ده برضو مشكلة، يعني الليلة في العالم كله الطب البيطري يأخذها في القطاع الخاص، مستشفياته حيوان المستشفيات المتحركة شغل بيقى فيه استثمار، يعني ممكن الناس يخشوه، وفي نفس الوقت مفروض يجد القبول من مربين، يعني القطاع الخاص مفروض يركز على أهمية وجود البيطري الطبيب البيطري أو الفني في إنتاج الحيوان أو المتخصص في إنتاج الحيواني عشان يرعى له قطيعه. والحمد لله المجلس الزراعي والمجلس البيطري يهتموا بهذه المهنة وتوضعوا لها شروط أنه ما يخشها إلا زول يكون عنده مدربين أو متخصصين لإدارة هذه المزارع.
الحاجة الأخيرة ارتفاع أسعار الأدوية، ودي سياسة عامة. الحاجة الأخيرة التداخل القبلي، هو برضو عمل نوع من المشاكل وكده. المشاكل ومعوقات محدودة المعرفة وانخفاض المستوى التكنولوجي، محدودية البحث العلمي في مجال التغذية الحيواني بالذات في الجوانب الصحية وتغذية الحيوانات، عدم المواكبة واستخدام الوسائل التكنولوجية بخصوص بالذات في التربية، الترقيح الصناعي ونقل الأجنة، والثروات الحيوانية قلنا متوزعة في كثير من مناطق السودان، من الصعب جدا أنه يكون في برامج متخصصة. لكن الترقيح الصناعي وتقنياته وفرت هذا النوع من التحسين الوراثي ونقل الأجنة، عشان يكون في نوع من التضارب، وفي برامج تربية تعمل نقلة في التحسين الوراثي لهذه الثروة الكبيرة. المفروض يكون في إرشاد مرئي أو مسموع، عشان أنه يستمع له أو يراه المربي، ويكون في له تأمين أنه يديه المعلومة اللي تخليه يقتنع بأنه لو حسن أو تبع الطرق الإرشادية ممكن يكون عنده إنتاج أوفر في الكم أو في النوع. غياب أو عدم تفعيل هذه البرامج من الإرشاد البيطري هي برضو من المعوقات. وبالتالي الجامعات مفروض يكون عندها برامج إرشادية متخصصة، بمعنى أنه طلاب على مستوى البكالوريوس في مجال الإرشاد الزراعي أو الإرشاد البيطري هو موجود الحمد لله، لكن لازم يكون برامج تكون مواكبة ما لا يحصل من التطور التكنولوجي، وكفاءة تكون عالية لنقل هذه البرامج للمربي. هذه المشاكل المعوقات اللي بتخلي هذه الثروة الحيوانية أو الكم الهائل هو كم محجر أو معطل. عندنا كمية كبيرة جدا من الإنتاج الحيواني، لكن تعاني في ضعف الإنتاج في الكم أو النوع. يوجد عدد من سلالات الأبقار في العالم، والسلالة كما عرفت بأنها مجموعة من الحيوانات ذات تركيبة وراثية ونسب معروفة نشأت وتطورت لأداء وظيفة معينة. تنتمي الأبقار المستأنسة إلى العائلة البقرية بوفيدي، وتمتاز بأن لها أظلاف، وتنقسم العائلة البقرية إلى ثلاثة أجناس: جنس الأبقار، جنس الأغنام، وجنس الماعز. وتشمل العائلة البقرية أيضا الجاموس والجاموس الأمريكي. ينقسم جنس الأبقار إلى قسمين: بوستورس، ويضم الأبقار الأوروبية والتي تتصف بعدم وجود السنام وارتفاع إنتاجيتها من الحليب واللحم، والقسم الثاني بوس إنديكاس، وتشمل الأبقار الهندية والتي تتصف بوجود السنام واللبب ومقدرتها على تحمل درجة الحرارة العالية، وتعرف باسم الزيبو. تنقسم الأبقار بوجه عام حسب الغرض من تربيتها إلى ثلاثة أقسام: أبقار الحليب ديري كاوز، أبقار اللحم بيف كاوز، وأبقار ثنائية الغرض ديوال بيربوز كاوز. تتميز أبقار الحليب بالرشاقة مع فواصل واضحة لأجزاء الجسم وضرع وافر ممتلئ، يتميز بأوردة وشرايين بارزة ونشطة وحلمات دالة على نشاطها الإنتاجي من الحليب. وتتميز بتركيبة وراثية تجعلها تحول أغلب الغذاء المستهلك لإنتاج اللبن. تتميز أبقار اللحوم بأنها ممتلئة الجسم وأقرب للشكل الرباعي من غير فواصل واضحة في الجسم، وذات أرجل قصيرة لتحمل هذا الجسم الثقيل الوزن. وتركيبتها الوراثية تجعلها تحول الغذاء المستهلك لبناء اللحم. ونورد فيما يلي أمثلة لبعض سلالات الأبقار العالمية المتخصصة حسب نوع الإنتاجية والخصائص الفردية. أولا أبقار الحليب ديري كاوز. الفريزيان أو الهولندي موطنه الأصلي هولندا، ومنها انتشر إلى كافة أنحاء العالم. ويعتبر الفريزيان أعلى أنواع أبقار الحليب إنتاجية، حيث يبلغ إنتاجه 5500 إلى 6500 كيلو جرام في الموسم.
نسبة الدهن في الحليب من 3.3 إلى 3.7%. الصفات التناسلية لأبقار الفريزيان: يكون العمر عند أول ولادة 27 شهرا، ومعدل فترة الحمل 279 يوما، والفترة بين الولادة والأخرى 360 إلى 420 يوما. تعتبر الفريزيان أكثر ماشية الحليب انتشارا، وذلك لملائمتها للظروف البيئية المتذبذبة وإنتاجها العالي ولهدوئها النسبي. كذلك كبر حجمها ووزنها جعلها تحتل مكانة كبيرة كمنتجة للحم، لأن نسبة تصافيها كبيرة. تم إدخال سلالة الفريزيان للسودان، واستخدمت فحولها في تحسين أبقار الحليب المحلية من خلال تقانة التلقيح الصناعي. أبقار جيرسي: موطن سلالة أبقار جيرسي جزيرة جيرس البريطانية الواقعة على القناة الإنجليزية قرب الساحل الفرنسي، وهي أصغر سلالات أبقار الحليب حجماً. وزن البقرة من 350 إلى 450 كيلوغرام، والثور ما بين 750 إلى 850 كيلوغرام. اللون الغالب البني المصفر. يتميز الجيرسي باحتماله لدرجات الحرارة العالية، لذلك يمكن تأقلمه مع البيئة السودانية. نسبة الدهن عالية في الحليب مما يعطي الحليب اللون الأصفر. نسبة الدهن من 4 إلى 7%، ونسبة البروتين 4%. أبقار الإيرشير: من الأبقار كبيرة الحجم، حيث يبلغ متوسط وزن البقرة 500 كيلوغرام والثور 800 كيلوغرام. اللون السائد الأحمر المبقع والبني. متوسط إنتاج الحليب 3600 إلى 4000 كيلوغرام خلال الموسم. نسبة الدهن في الحليب 4%. يعيش في المناطق الباردة والمرتفعة، وتوجد أعداد قليلة من هذه السلالة في العراق. أبقار الجيرنسي: تنتشر سلالة الجيرنسي في البلاد الأوروبية، وقد أدخلت إلى بعض الدول العربية. متوسط إنتاج الحليب خلال الموسم 3500 كيلوغرام. لون الحليب أصفر لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون. ماشية اللحم نستعرض منها: الشارلي الفرنسي أكبر أنواع ماشية اللحوم حجما. الهيرفورد موطنه بريطانيا، اللون أحمر عاد الرأس ومقدمة الصدر وأسفل البطن، والذيل أبيض. يزن الثور 1000 كيلوغرام والأنثى 750 كيلوغرام. العجول عمر سنة من 700 إلى 800 كيلوغرام، وهي أحسن حيوانات اللحم وقابلة للتسمين. أبقار هورن: نشأ السور هورن في المناطق الشرقية من بريطانيا. اللون الأحمر أو الأبيض أو الخليط من الأحمر والأبيض. أكبر أنواع ماشية اللحوم حجما، كما أنه أحسن ماشية اللحوم إدرارا للحليب. أبقار السودان: تنحدر أبقار السودان من أبقار الزيب الاستوائية الأصل المتميزة بالسنام واللبب، والتي تعتمد بدرجة كبيرة على المراعي الطبيعية، وبالتالي يغلب عليها الترحال والتحرك المستمر بين أجزاء الوطن المختلفة. وقد صنفت الأبقار حسب التوزيع الجغرافي والقبائل التي تمتلكها. أبقار البجارة: من أبقار الزيبو ذات السنام، وتنتشر في دارفور وكردفان. تتميز أبقار البجارة بالترحال وقطع المسافات الطويلة طلبا للماء والكلاء. وللبجارة مسارات معروفة ومخارف ومصايف. أبقار البجارة اللون بين الأبيض والأسود والأحمر، والقرون قصيرة ومتوسطة وقد تنعدم. وزن الأنثى الناضجة 245 إلى 750 كيلوغرام، والثور المكتمل الناضج من 350 إلى 650 كيلوغرام. متوسط إنتاج الحليب في الموسم
365 إلى 830 كيلوغرام. تشتهر أبقار البقرة بأنها أبقار لحم. النوع الثاني من الأبقار المحلية اللي هو يعرف بأبقار الكنانة، وهو جايز أغلب الهجين اللي بيحصل في السودان بيكون بين الكنانة دي والأبقار الفريزية اللي جاية من برا. لكن بصفة عامة هي والأبقار المحلية السودانية بصفة عامة تتميز بحاجات تفرقها من السلالات الأجنبية، اللي هم عندها سنام أبقار البطانة. من أبقار البطانة شمال السودان ذات القرون القصيرة، وتوجد في منطقة البطانة وتنتشر في ولايات الجضارف، كسلة، البحر الأحمر، نهر النيل والشمالية. أبقار أمبررو من الماشية النيلية، توجد في جنوب السودان وهي خليط من الماشية الإفريقية والماشية الهندية، تنتشر في مناطق الدينكا وأعالي النيل وبحر الغزال والاستوائية. لهذه الأبقار سنام وقرون متوسطة، وقد تكون عديمة القرون. أبقار جبال النوبة أصلها من أبقار السافنة التي تكاثرت مع أبقار البقارة، وتعرف بالجانجي، وهي أبقار صغيرة الحجم سوداء اللون، السنام الصغير، تصلح لإنتاج اللحوم، مشهورة بمقاومتها للذبابة التسي تسي. أختم هذه الوحدة بتلخيص بسيط. الأنماط الموجودة أفرزت معوقات كان السبب الرئيسي فيها الطريقة اللي بتربى بها الحيوانات من تغذية وتهجين وتحسين إلى معوقات أخرى في الإنتاج وفي الترحيل وفي الصحة العامة وفي السياسات العامة. أشكركم وأتمنى أن تكونوا قد سعدتم بهذه الحلقة واستفدتم منها. شكرا جزيلا.